اهلا سيدنا. شو في عنا؟ المرأة فاتت على البيت لإجازة منتحر. شو عرفها انه انتحر؟ بركي حدا قتله. حسب قوله انه مفلس وعنده مشاكل بالشغل وحاول عدة مرات ينتحر، هيدي مش أول مرة. طولي بالك مدام، كلنا على الطريق. بس مش هيك، ما بيستاهل يموت هيك. ألف مرة قايلت له كل شي بيتعوض، المصاري بتتعوض وبنرجع بنشتغل، بس ما كان يقنع. حرام حرام. ايه معك حق، الانتحار أصعب أنواع الموت، بيفجعوا كل الناس اللي حواليه. جيبوا لها كيس مبيد للمدام، مشروبها المفضل. بس أنا ما بشرب مبيد. غريب، ما بعرف ليش حسيته مشروبك المفضل. يمكن لانه في برا كيس مبيد في عليه الروج تبع الشفايف. بتعرفي شو مدام؟ زوجك الله يرحمه كان زلمه سافل. انت ليه هيك عم تحكي عنه؟ لانه هو هيك فعلا، عن جد فظيع جنس الرجال، ما بتأملهم. يعني معقول واحد يكون في عنده مرأة حلوة بجمالك فكر انه يعمل علاقة مع مرة تانية؟ ما عم فهم انت شو عم بتخبص؟ ولو مدام، لمين لكان هذا الكيس اللي برا؟ انه يمكن يكون لإلي. نسيت انت مستهين يلي انا فيه هلا؟ لا لا، انا ابدا مش مستهين، بس معك يبدو بالموضوع في انه يعني عادة الواحد لما بده ينتحر ما بينتحر بقلبه، عادة بيحط الفرد براسه وبينتحر. بس جوزك زلمة حقير، يعني بيستاهل انه يتعذب. لا لا، إن شاء الله ما يكون تعذب. يعني سمعتي؟ عشو؟ شو عشو مدام؟ على أنه خينك؟ لا، أنا اسمنه هيك. لكن ليه قتلتي؟ شو؟ أنا؟ يا طبعاً، أنت فت على البيت لقيتي قاعد مع صاحبته اللي ما بتسوى ضفرك وقررت أنك تنهي حياته. لا لا، ما انه مزبوط. انا ما قتلته، ما دخلني فيه، هو انتحر.